ابدأ جامع نعم. البيان في تفسير القرآن تفضلي. الأستاذي يوجد أنواع كثيرة. أنا متوترة جدا. ملابس رسمية. بدلة. صح. رعاة أم راعون؟ خطأ. لا أدري ما شؤونك. أشكركم جميعا. هذا مجرد سباق ومجرد لعبة. اخرجوا أنا ألم شديد. الجميع أداء أداء رائع وجيد. أطلقي سراكي لن لتحمل العداء. أطلقي سراكي أغلقي خلفك الثلج الليلة كالسهرة لم تلمسه أتى لك تنظر حيارة أكوها بسلام الريح تعود مثل العاصفة داخلي كيف تختفي حاولت جاهدا لا تكشفي سر جاني كوني كما أشبك يوري تخفي الإحساس أي يجهلوا ما تعرفوا أطلقي سرك لن أتحمل العذاب أطلقي سرك أغلقي خفي الأبواب يشعرني بالاكتئاب المشكلة ستصبح لا نراها من بعيد والخوف الذي تملكني لم يعمه ما به فحان الوقت الانتصارات كي اختبر كل القدرات بلا حدود ناهني امتي اطلقي سراكي توحد مع الاقوال اطلقي سراكي لا تبكي بعد الان ارضنا وبحسبك اطلقي تفري من الهواء النفس خور وروحك الأولى بالثلج ينمع مثل النور وتتبل غرفة تكون قديمة من جديد أنا حتما لن أعود الماضي بعيدا صار الثلج لا يشعرني باكتئاب إنه من هناء رائع جدا نشكر المتسابقين على غنائهم باللغة العربية مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الثالثة من مسابقة المواهب باللغة العربية برعاية CCTV العربية سأصحابكم فيها أنا محمود البوشي فأهلا بكم أنا بيلي أهلا بكم ودائما تنطلق مسابقتنا تحت شعار رددوا معي لغة عربية أفضل مستقبل أجمل
نعم، نرحب بالأصدقاء الصينيين القادمين من كافة أنحاء الصين، من دارسي اللغة العربية ومن الذين يعملون في هذا المجال. أيضا راجين منهم أن يقدموا لنا أفضل ما لديهم في هذه المسابقة. وتتمتع كل من الصين ودول العربية بحضارة عريقة وتاريخ طويل، وخلفت الحضارتان الصينية والعربية بتفاعلهما وتبادلهما ميراثا جميلا. نعم، في هذه المسابقة يعبر المشاركون فيها عن حبهم للغة الضاد، كيف لا وهي الجسر الذي يربط بين الحضارتين الصينية والعربية. وبعد الشوطين يبقى على حشبة المسرح 16 مرشحة. شوطنا اليوم شوط الثالث وأخير لدوري قبل النهائي. سنختار من بين المرشحين 16 4 مرشحين لدخول المرحلة النهائية. أولا لنرحب بلجنة تحكيم الأستاذ نوحة أليبياري الزميلة وأيضا مذيعة في قناة عربية في التلفزيون الصيني المركزي. أهلا بك. أهلا وسهلا بي وأهلا بكم وبالجمهور وبالمتسابقين. أهلا بالأستاذة نوحة. وأيضا نرحب بالأستاذة وفاء طقوز الخبيرة في اللغة العربية من سوريا. أهلا وسهلا. وأيضا دكتور خالد الصاوي من معهد الأزهرية بمصر. أهلا بك. أهلا بكم. أهلا بكم وشكرا لكم. شكرا. وأخيرا وليس آخرا الأستاذة المتألقة هنا الخبيرة في شؤون التأليف والترجمة المركزية. أهلا وسهلا بك. شكرا. أهلا بكم. وسنبدأ الآن معارف الشرسة. ها أنتم مستعدون؟ مستعدون. جيد. لنبدأ. الفقرة الأولى في هذه الحلقة كما تعرفون هي سباق السرعة، التسابق على الإجابة. لنبدأ السؤال الأول. في أي مدينة يقع مقر مجلس التعاون الخليجي؟ ابدأ. بايتيان. تفضل. في الرياضة. في الرياض. نتابع الشاشة. نعم، في الرياض. إجابة صحيحة. أنا أحب أن أكون مقدم، أستمتع باللحظة التي أقدم فيها للآخرين فرحتها والإثارة باللغة أخرى على خشبة المسرح استمتاعا كبيرا. إليكم السؤال الثاني. من هو ثاني خلفاء راشدين؟ ابدأ. فرصة إجابة مجالو. مجالو. تفضل. عمر بن الخطاب. نتابع الشاشة. طبعا صحيح، عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين. تفضل يا يوسف. عندما كنت في المدرسة الثانوية شاهدت الفيلم العربي صلاح الدين، والموسيقى في هذا الفيلم رائعة جدا، كأنه صوت لعبة الفريد. من ذلك اليوم بدأت أحب الموسيقى العربية واللغة العربية. سنقرأ السؤال التالي. ما اسم الدولة العربية التي علمها في داخله شجرة أرز؟ ابدأ. تفضل. لبنان. لبنان. نتابع. صحيح. نعم. سبع سنوات في السودان استفدت منها كثيرا. أنا مولع بالسفر وأعشق التجارب الجديدة، كم أحب التحديات. مسابقة المواهب باللغة العربية مسرح جميل لإظهار قدراتي اللغوية. ننتقل الآن إلى السؤال الرابع. كتاب هيب يقضان من أعظم كتب الفلسفية في تاريخ العربي، من مؤلف الكتاب؟ ابدأ. نعم، فرصة إجابة لمايوان. تفضلي. ابن طفيل. ابن طفيل. نتابع الشاشة. ابن طفيل صحيح. مايوان. خذي مكانك. حبي للفن يساهم في اختيار اللغة العربية كتخصصي، لأن الفن العربي هو مبني على الحضارة العربية المشرقة، ولهذا أنا مكرمة بالعربية. السؤال الخامس، استعدوا. ما اسم البحر الذي تطل عليه مدينة العقبة؟ ابدأ. فرصة إجابة
لي يو شاو شوان تفضلي. البحر الأحمر. البحر الأحمر. نتابع الشاشة. نعم صحيح. تفضلي. ولدت ونشأت في أرمش حضرة شنجان، وهناك الكثير من المسلمين الكرام والعديد من المساجد الجميلة ساحرة. تولدت لدي رغبة في التعرف على العالم الإسلامي منذ نشأتي. سؤال السادس، ما هي الدولة العربية التي طرحت مصوتة قرار بشأن عودة الصين إلى الأمم المتحدة عام 1971؟ ابدأ. ياو جين هون. نعم، فرصة إجابة إلى ياو جين هون. تفضل. الجزائر. الجزائر. لنتابع الشاشة. صحيح. نعم. صحيح. خذي مكانك. أنا فتاة عادية مثل باقي الفتيات، أحب القراءة والسفر والتسوق، ولكنني أفضل الأعمال التي لا تستطيع الفتيات الأخريات إنجازها، وقد سماني أبي باسم الصبي ياو جين هون. والآن نهنئ المرشحين الستة الآن موجودين على خشبة المسرح. تفضلي أستاذة نهى. يعني ليس هناك أداء بعد، ولكن يعني هناك الحالة العامة للمكان، أصبح هناك ود في الحقيقة، يعني أصبحت وجوه المرشحين مألوفة جدا لدينا، أصبحنا نعرفهم معظمهم بالأسماء ربما العربية أو حتى الصينية، ونحاول أن نعرف أيضا، أرجو أن يعرفوا أسماءهم العربية أيضا لذلك، ونتابع معكم السباق، وحظ سعيد أيضا. إذن نشكر أعضاء لجنة التحكيم ونهنئ المترشحين الستة الذين وصلوا إلى هذا السباق. سيترشح منهم اثنين إلى السباق النهائي، فكونوا على أهبة الاستعداد. وأيضا في المسابقة القادمة ستكونان أمام اختيارات من فقرات ثلاثة، وستجري المسابقة حسب نظام جمع الدرجات، والفائزان أوليان حسب مجموع الدرجات، في مقدورهما أن يدخل مباشرة إلى الدور النهائي. حسنا، لندخل فورا إلى أول فقرة من الاختبارات. نعم، الفقرة التالية هي سباق السرعة. سيكون هناك طرح بأسئلة، ثمان أسئلة مدتها 60 ثانية، لكل سؤال 5 ثواني على المتسابق أن يعرف الإجابة ويجيب عليها. نبدأ بالسؤال الأول. نبدأ الآن، أنت مستعد؟ نعم أنا مستعد. نبدأ. لا سرور أو لا سرور دائم؟ ألف سرورة. صح. هناك 11 كرسيا أو كرسي في حجرة؟ باء كرسي. كرسي أ أو باء؟ غير. إلى التالي، مدد كلمة استأنف، عاد أم أنف؟ عاد. صح. مدد كلمة نهاية، مؤخر أو بداية؟ بداية. صح. الزرع أخضر أو يخضر تدريجيا؟ باء يحضر. صح. رأيت أبوان، صح أم خطأ؟ خطأ. صح. جمع قدار قدر، صح أم خطأ؟ خطأ. خطأ. ما مرادف كلمة قبر، تأبين أو لحد؟ تأبين. خطأ. حان الوقت. الأسئلة التي أصاب مرشح رقم الواحد في الإجابة عليها هي 5 أسئلة، ودرجتكم هي 50 درجة. 50 درجة. شكرا. الآن ننتقل إلى يوسف. يوسف، هل أنت مستعد؟ طبعا. إذن لنبدأ. ما رأيت مثل هذا الكتاب من قبل أم من قبلي؟ من قبل. صح. تدرس فاطمة اللغة العربية في هذا الجامعة؟ صح. خطأ. ما مرادف كلمة رخو، لين أم فضفاض؟ فضفاض. خطأ. ما مرادف الفعل استوعب، أتقن أم ألم؟ أتقن. صح. الكلمات أذن وذراع وساق كلمات مؤنثة، صح أم خطأ؟ صح. صح. ما جمع كلمة راع، رعاة أم راعون؟ راعون. خطأ. ما اسم المكان من الفعل صب،
مصب أم مصاب؟ مصب. صح. جاء خالد باسم الوجه، صح أم خطأ؟ صح. صح. حان الوقت. إذن الأسئلة التي أصاب في الإجابة عليها هي 5 أسئلة. 5 أسئلة. فدرجتكم هي 50 درجة ليوسف. نعم. مبروك يوسف. نعم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أنت مستعد؟ بلا شك. لنبدأ. جلست مع 11 رجلا. أحدي. نعم. أحدي الب. خطأ. جمع كلمة ماشي مشاة، صح أم خطأ؟ خطأ. خطأ. ما معنى كلمة مضبوط، صحيح أم خطأ؟ غلط. خلط. خلط. خطأ. ما معنى جملة لازم البيت باقي فيه أو رممه؟ باقي فيه. صح. تلتزم الصين بمبادئ 5 لتأيش السلم، صح أم خطأ؟ خطأ. نعم. خطأ. خطأ. صح. مدد كلمة أرهق، أتعب أو أراح؟ أراح. صح. ما اسم الفاعل من كلمة يستخرج، استهراج أو مستخرج؟ يستخرج. صح. مدد كلمة موالي، مواد أو معادي؟ حان الوقت. أسف. للأسف حان الوقت وحصل على على 40 درجة. نعم. مبروك. الآن ننتقل إلى المتسابقة الرابعة. ما اسمك العربي؟ اسمي فاطمة. فاطمة. فاطمة، هل أنت مستعدة؟ مستعدة. إذن لنبدأ. أي الكلمتين التاليتين فعل؟ حسن أم حسنت؟ حسنت. صح. الأمهات يهذبن أم تهذب البنات؟ يهذبن. صح. ما الاسم المنسوب لكلمة شتاء؟ شتائي أم شتوي؟ شتوي. صح. ما مرادف كلمة إلزامي؟ إجباري أم اختياري؟ إجباري. صح. ما مرادف كلمة دوافع؟ حواجز أم حوافز؟ حوافز. صح. ما اسم التصغير من كلمة دب؟ دبيب أم دبابة؟ دبيب. صح. بدأت قرأت القصص العربية قبل نصف سنة، صح أم خطأ؟ خطأ. خطأ. صح. نفر الغزال نفرة أم نفارا بسبب الأسد؟ نفارا. حان الوقت. صح. انتهت من الجواب. كم تحصل على نتيجة؟ تضاف إليها 80 درجة. 80 درجة. أهلا وسهلا. فأنت مستعدة؟ لنبدأ. ما مرادف كلمة مفاجئ؟ غير متوقع أو غير مسبوق؟ غير متوقع. صح. ما جمع كلمة بلد؟ بلاد أو أبلاد؟ بلاد. صح. ما مرادف كلمة غاية؟ بداية أو هدف؟ هدف. صح. رمى صياد الطائرة سحما أو سحم في الغابة؟ سحما. صح. للفيل نابان طويلان أو طويلتان؟ اثنان. طويلتان. خطأ. الكلمة مطرقة، مسطرة والشواية أسماء آلة، صح أم خطأ؟ خطأ. خطأ. استفدت كثيرا من صعوبات المتغلب عليه، صح أم خطأ؟ خطأ. صح. التجار أو تاجر رابح؟ تجار وتاجر رابح. حان الوقت، انتهت من الإجابة. نعم. كم تحصل على؟ نعم 50 درجة. على 50 درجة. نعم. مبروك. الآن ننتقل إلى المنقذة. اسمك العربي؟ هناء. هناء، أنقذت متسابقتين 2. هل أنت مستعدة؟ نعم. لنبدأ. ما مرادف كلمة جليل؟ عظيم أم خليل؟ عظيم. صح. صانع المعروف مشكور أم شاكر دائما؟ مشكور. صح.
ما ضد كلمة رخو؟ صلب أم لين؟ صلب. صح. هو أكثر اجتهادا وأعظم تقدما من غيره، صح أم خطأ؟ صح. صح. من يكثر كلامه يكثر ملامه أم ملامه دائما؟ ملامه. صح. ما مرادف كلمة قاموس؟ جاموس أم معجم؟ معجم. صح. ما مرادف كلمة شجاعة؟ جرأة أم حليمة؟ جرأة. صح. فعل الأمر من الفعل أرى، هو أري، صح؟ خطأ. خطأ. حان الوقت هناء. نعم. أجيب على حصلت على 70 درجة. 70 درجة. نرجو من حكام أن يمنحوا إلينا أرائكم حول أداء مرشحينا. أستاذ خالد. نعم. هو واضح من المتسابقين أنهم عندهم يعني قاعدة لغوية، لأنني كما رأيت أن يعني جميع الأسئلة خاصة بقواعد اللغة العربية. صحيح. فأتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله. بعد انتهاء الجولة الأولى من المسابقة لنرى درجات كل مرشح من مرشحين الحاضرين على خشبة المسرح. نعم، لنتابع الشاشة. الآن ممكن نرى أن مرشح الرقم 6 ورقم 4 في نعم. مقدمة. صحيح. نعم، عندما انتهى هذه الجولة. الآن ننتقل إلى الحلقة القادمة أو الفقرة القادمة من هذه المسابقة، وهي مسابقة الخطابة. إذن في حلقة الخطابة ستظهر أمامكم 6 لوحات على الشاشة. في هذه الحلقة على كل متسابق أن يختار واحدة من هذه اللوحات. ماذا سيحصل بعد أن يختار يا نعم ياسمين؟ نعم، مداخلة كل مرشح من نعم. المرشحين المشاركين لا تتعدى 60 ثانية، ولكم 30 ثانية لاستعداد. وبعد انتهاء المحاضرة يمنح حكام درجتهم لكل مرشح ولكل حكم 10 درجات، وإجمالي درجات الحكام الأربعة هي مجموعة درجات النهائية. نعم. النهائية. نعم. إذن سنبدأ مع المرشح رقم 1 شمس الدين. هل أنت مستعد؟ اختر رقم من بين الأرقام. أختار الرقم 1. الرقم 1. رقم 1. قدم كثيرا. لنا أحد الكتب التي تعجبك أكثر. نعم، هل أنت مستعد؟ نعم أنا مستعد. ابدأ بالمحاضرة. أيها القادة والضيوف الكرام والأساتذة والزملاء والأعزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المناسبة سأتحدث الكتاب معكم، وهذا الكتاب هو الجنازة للمسلم. هل أنتم تعرفون؟ هذا الكتاب كتب بالكاتب هودا، وهو مشهور في الصين في ميدان المسلم في الصين. وقد هذا الكتاب قد نال جائزة الموضوع للأدب. حان الوقت. انتهى وقت الإجابة على هذا السؤال. نحيي شمس الدين على ارتجاله، ونطلب من الأستاذة خونة التعليق على محاضرته. هناك مثل يقول: أي كتاب تقرأ تستفيد. ومن خطاباتك وجدت أن هذا الكتاب نفيس وقيم، وبالتأكيد استفدت منه كثيرا. ومن خطاباتك وجدت أن مستوى لغتك جيد، فأتمنى لك أن تصابر على هذه الحاوي. شكرا لك. شكرا للأستاذة هنا. الآن نرجو من حكام أن يمنحوا درجتكم لمرشح الرقم الواحد. نعم. 27. نعم. نتيجة شمس الدين. شكرا لكم. الآن ننتقل إلى المتسابق يوسف. رقم 2. مشاهد، قدم لنا شخصا يؤثر فيك أكثر، الشخصية المؤثرة في حياتك. السلام عليكم يا جميع.
في هذه الحلقة سوف أؤثر بكم. الأستاذ هو يؤثر في كثيرا وعميقا، وقد أدرس لغة العربية وأتي إلى بكي لدراسة اللغة العربية، وهو قد غيرتني لغة العربية. وأستاذي محمد عمره 75 سنة، وكنت في بداية أدرس اللغة العربية، يعني نطقي ليس جيدا، وهو شجعني أقرأ وأكتب، أقرأ كل يوم صباحا. وقال أستاذي لي إذا تحفظ الكلمة اليوم ثم نسيتها وبعد تحفظ من جديد ثم تأسيت، يعني هناك كما مثل قال. شكرا لك يا يوسف. إذن قدم لنا يوسف شخصية أثرت في حياته، هي أستاذه. أستاذة نهى. نعم يوسف، أنت نطقك للعربية جيد، ولكن تحتاج أن تعمل على زيادة طلاقة لسانك. هناك مشكلة، أنت لم تخبرني عن من هو الشخص الذي تتحدث عنه إلا بعد 30 ثانية، يعني نصف الوقت المتاح لك، وأيضا لم تتيح لي أن أعرف المزيد عن هذا الأستاذ، لأن بالطبع كان هناك فقط ربما 20 ثانية بعد أن قدمت اسم الأستاذ وعرفت هذه الشخصية. طلاقة اللسان تحتاج إلى مزيد من التدريب ومزيد من خوض التجارب دون خوف، مثل هذه التجربة مثلا، أن تقف على المسرح وتتحدث، هكذا سينطلق لسانك. شكرا يا يوسف. شكرا نوحة. الآن نرجو من حكام أن يمنحوا درجتكم لمرشح رقم 2. 29 درجة يا يوسف. شكرا. الفضل يعود لأستاذك. نعم. الآن ننتقل إلى المتسابق الثالث. ثلاثة. نعم. لنشاهد. ثلاثة. ما هي أحب الألعاب الرياضية لك؟ وما رأيك في الرياضة بشكل عام؟ معروف الألعاب الرياضة، يوجد ألعاب كثيرة، يوجد كرة، سباحة، كونفو طبعا، لكن أنا شخصيا أحب الجري، ماراثون. لماذا أقول ذلك؟ إذا لاحظنا إنسان عندما يجري في أثنائها يؤثر الأفكار كثير. ما هي؟ أسرة، دراسة، عمل. لكن هل أنتم لاحظتم الشيء المهم؟ الصبر في أثناء الرياضة، الصبر في أثناء الجري، لأن الصبر هو الذي يجعلك أن تستمر في هذه الحركة من حركة أولى حتى الغاية النهائية. جري أفضل رياضة. حان الوقت، نرجو من حكام أن يمنحوا إلينا أرائكم حول أداء مرشحينا. أستاذ خالد. نعم. أنا ما فهمت من الـ من الـ من, من الخطابة أنك تريد أن تخبرنا بصفة الصبر، فيعني هذا شيء جيد، ولكن أقول لكم، أقول لك وأقول للجميع أننا في مقام الخطابة، ومعنى الخطابة هي مخاطبة الجمهور للتأثير عليهم واستمالتهم والاستماع، ولكن يعني أنت مقيد بدقيقة واحدة. أحسنت في الإلقاء، وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله. شكرا لك. شكرا جزيلا أستاذ خالد. نرجو من الحكام الآن أن يمنحوا درجاتكم لمرشح رقم 3. 31. نعم 31 درجة. نعم. يا عمر. الآن ننتقل إلى المتسابقة الرابعة. رقم خمسة. نتابع. لو كان مصباح علاء الدين بيدي. نعم رائع جدا هذا. السلام عليكم. خطاب اليوم، لو مصباح علاء الدين على يدي، كما نعرف أن هذا مثل
من قصص ألف ليلة وليلة، وأن ظن أن لو هذا المصباح بيدي سأحقق حلمين لدي. أول الحلم الذي سأجلب للعالم السلام، لا حروب بين الإنسان، وهذا أحلى شيء في الدنيا. والحلم الثاني أظن أن سأجلب السلام بين حيوان والإنسان، لأن الوقت الآن اندرست كثير من الحيوانات الجميلة. حان الوقت. شكرا على حسن استماعك. شكرا. موضوع شيق جدا. إذا ما رأي الأستاذة الدوحة؟ يعني أنك ما أظهرتيه من شطارة في القواعد النحوية لم يكن نفس، أو لم تظهري نفس الشطارة في طلقة اللسان مع الأسف. يعني كانت هذا موضوع لطيف وفي ابتكار شخصي، لكن أنا لم ألمس شخصيتك أنت فاطمة في هذا في هذه الدقيقة. لم أتعرف عليك ولم أعرف شيئا عنك. شكرا للأستاذة نهى. الآن نرجو من حكام أن يمنحوا درجتكم إلى مرشح الرقم 4. النتيجة هي 29. 29. يبدو نعم. أن أحلامها الإنسانية لم تشفع لها عند الأستاذة نهى. أحلام رائعة نعم. جدا يعني. نعم. الآن ننتقل إلى المتسابقة رقم 5. 6. يعتقد بعض الخبراء أن الإنترنت تؤدي إلى إطالة المسافة بين الناس، هل توافقين على ذلك ولماذا؟ إلى حد ما أوافق على هذه الفكرة، أن الإنترنت قد يضر حياتنا، والنص قد أصبح غريبا، ولكن أظن أن الإنترنت قد يقدم لنا كثير من المعلومات عن كثير من المعادن والتسهيلات أيضا. وبدون الإنترنت من المستحيل أن أدخل هذه المسرح وأعمل هذه الأشياء، وأنا متوتر جدا. نعم، حان الوقت. شكرا على أديك. يعني أنت لم تتحدثي عن الشيء المطلوب على الإطلاق، تحدثتي عن ميزات الإنترنت، وأنا توقعت هذا أصلا. أنتم جيل الإنترنت ترفضون أن يكون هناك أي سيئات الإنترنت، على الأقل أنت لم تقولي رأيك في هذا. يبدو أن رأيك أنه لا يهم أنه يطيل المسافة بين الناس. شكرا أستاذة وفاء. نعم. نرجو من حكام الآن يمنح درجاتكم لمرشح الرقم 5. نعم، والمتسابقة رقم 5 حصلت على 26 درجة. 26. مبروك. مبروك عليكم. ننتقل إلى هناء. لا يوجد أي اختيار. نعم. لو كنا نعيش بدون الجوال. نعم. تفضلي. بلا الجوال طبعا هناك تأثير إيجابي وتأثير سلبي. تأثير إيجابي، لا نسهر كثيرا في قراءة الروايات باستخدام الجوال، ونقوم من النوم مبكرين، ولا نلعب الألعاب الإلكترونية طوال الوقت، وسننفق كثير الأوقات في الدراسة أو الأشياء أكثر استحقاقا. كذلك التأثير السلبية، إذا تواجهنا طوارئ لا يمكننا أن نتصل بغيرنا، بالأصدقاء أو بالأهالي في أي وقت نشاء، أي بشكل سهولة. خلاص. شكرا يا هناء. أستاذ خالد. المهم أحسنتي يا هناء، يعني أنت في أقل من دقيقة عرضت إيجابيات وسلبيات، فيعني أنت في إيجاز قلت حد سلبي وحد إيجابي. أحسنت في الإلقاء وأحسنت في طريقة العرض،
فيعني أتمنى لك التوفيق وشكرا لك على هذه الخطوة. شكرا للأستاذ خالد. شكرا. أرجو أن كنا من حسن ظنكم بي. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا شكرا. الآن نطلب من أعضاء لجنة الحكم إعطاء الدرجات. 8 والنتيجة هي 34. هناء. مبروك. إذا نهنئ المرشحين على نتائجهم. نعم. لنتابع الشاشة عن ترتيب. نعم. نهنئ رقم 4 ورقم 6. الآن في مقدمة الترتيب من مرشحين 6 موجودة على المسرح. أهلا بكم مجددا. الآن سننتقل إلى فقرة اللحجية. في هذه الفقرة ستظهر هناك على الشاشة 6 لوحات، على كل لوحة مجموعة من الكلمات. على كل متسابق أن يختار شريك له من بين المتسابقين الآخرين، وعلى هذا الشريك أن يدير ظهره للشاشة وأن يعرف الوصف، وصف الكلمات أو معنى هذه الكلمات من خلال وصف شريكه له. الآن لنبدأ مع المتسابق شمس الدين. من تختار من شركاء لك؟ أختار جين سون هاو. تفضل. تفضل. جين سون هاو. هل أنت مستعد؟ نعم. ابدأ. لنبدأ. هذا خضروات. كرة صفراء. بطاطس. غيره. وهذا جهاز في الكمبيوتر مع ماوس. لوحة مفاتيحة. نعم. وهذا ميناء في سوريا. لازقية. نعم. أهلا وسهلا. نعم. وهذا بيت في إنجليزي في بريطانيا. قصر بيكهام. نعم. وهو خليفة في عصر العباسية، وهو ثانية أبو جعفر. نعم. غيره. وهذا سيارة وعليها كثير من الناس. حافلة. نعم. غيره. 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 ماذا ألبس؟ ماذا ألبس؟ جاكيت. نعم. حان الوقت. حان الوقت. نعم. نعم. أصاب على 8 كلمة وتضاف إليك 80 درجة. شمس الدين. شكرا لك. الآن ننتقل إلى المتسابق الثاني يوسف. من تختار؟ ممكن أختار أستاذ عبد الرحمن مرة أخرى. جين سون هاو. نفس الشيء عبد الرحمن. يبدو أنك مخلص آخر. تفضل. نعم. رقم 3. نعم. لنبدأ. نعم. الأيام. الأيام. تحسين. طعام يابانية. طعام يابانية؟ يعني السرتين؟ لا لا. آخر. رياضة. رياضة. ممكن وثب على هواء. فوق أرض. فوق أرض. رياضة. فوق الأرض. فوق الأرض. تسلق؟ لا لا. غير. آخر. هذا يعني مثل عربة. مثل عربة ممكن ينقاضي الأرواح إلى المستشفى. في المستشفى مثل عربة. سيارة. أسعاف. طبيب. نعم. إذا نحفظ الكتب على ماذا؟ دفتر. لا. كتب. كتاب. لا. قراء. لا هذا أعلى للكتب. آخر يوم. قبل اكتشاف النفط الإمارات يشتغل. لولو. غير. سهلة. شاحن بعد كلمة. مع موبايل. شاحن. 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 نعم. يمشي بطارية. بطارية. لا هذا خطأ.
غير. حان الوقت. آسف آسف جدا. نعم. وأصاب على ثلاث كلمة تضاف إليه 30 درجة. نعم. عمرو. كيف؟ جاهز؟ الحمد لله. تختار عبد الرحمن مرة أخرى؟ لا لا أريد. هو متعب الآن. أريد أختار نهى. نهى. طيب. أريد النمرة الاثنين. رقم اثنين، هل أنت جاهز؟ يلا. أنا متوترة جدا. يلا يلا. توترة خذي نفس عميق. كفى الكلام. لنبدأ. جهاز لتبريد ال لا 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 مثلج لا لا مكيف لتبريد لتبريد مروح يلا مكان في السعودية جدة اسمه قديم يثرب اسمه قديم يثرب غير سعودية إمارات كويت خليج غير أسرع نستعملها في كلها شيبس كاتشب لا الخضروات بطاطس احمر تماما طماطم يلا السفينه تستعمل الطريقه الهوائيه يلا يلا الرياضه في الاوزان الرياضه في حديد رفع اثقال يلا غير يلا عاصمه القطر عاصمه القطر الكويت عاصمة القطر عفوا عاصمة القطر طوحة يلا الآلة لتنظيم شعرك مجفف لتنظيم شعرك مطش مشط يلا مسرح مع موسيقى في إيطاليا حان الوقت انتهى نعم أصاب على خمس كلمة وتضاف إليه 50 درجة. نعم 50 درجة. الآن ننتقل إلى المتسابقة رقم 4. تفضل. تفضل. أريد أن أختار جنى. رقم 5. رقم 5. مستعدة؟ مستعدة. لنبدأ. مشهور في مصر. آثار. غير. كثير من الناس اجتمع مؤتمر صح خير فاتحة أصفر ليمون صح بشكل برج العرب مواصلات نعم في هونغ كونغ مشهور رياضة رياضة سباق الخيل خير عاصمتها مسقط عمان عمان خير الملابس الرسمية بدلة بدلة نضع فيه أرز نضع فيه أرز سلطانية من أين جاء بيض؟ الدجاج مدير شركة رجال أعمال من أين حان الوقت أصابت على 8 كلمة وتضاف إليها 80 درجة ثمانون درجة تفضل تسابقة رقم 5 تفضلي من تختارين؟ أختار جنى أيضا جنى جنى مرة أخرى لا تذهبي بعيدا جنى تعالي تعال. هناك من يطلبك إذا تختارين رقم 6 هل أنت مستعدة؟ نعم نبدأ غير غير العدد من حاسبة نعم نعم الأخضر وأحمر من الفواكه لو في داخله أحضر نعم البطيخ نعم نعم عاصمة بحرين المنامة نعم
من البامبو ومن الموسيقى من الآلة مسمار. نعم نعم. ماذا لتنظيف الأفواح عندما منديل. نعم نعم. طويل جدا من الحيوانات. ثعلب. نعم نعم. لا لا لا. ثعبان. نعم ثعبان. غير. في المستشفى. طبيب. نعم نعم. حامض جدا ومن مشروب. كركدية. نعم. في مصر. ماذا؟ نرجيلة. لا لا لا. القارة آسيا وقارة إفريقيا. الفصل. شبه جزيرة سيناء. لا في مصر. البحر. البحر أبيض متوسط. لا في مصر. غير. حان الوقت انتهى. نعم. حاولي تشرحي لها مرة أخرى. وأصابت على ثماني كلمة تضافي إليها 80 درجة. مرشح الرقم 6 اختاري شري. اختار جاموز. مرجانة. 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 أحلى. عالية مرجانة. تفضلي. مرجانة أهلا وسهلا. هل أنت مستعدة يا هناء؟ نعم. نبدأ. حلوة في الصيف. تبريد. مكيف الهواء. لا حلوة. مروحة. لا غيري. بعد غسل شعر. مجفف شعر. نعم. نحر في مصر. نيل. مغنية لبنانية اسمها نانسي أجرم. نعم. نبيذ مصنوع من نبيذ. عنب. نكتب بماذا؟ نكتب بماذا في يدي؟ قلم. نعم. سيارة لنقل البضائع. حافلة. لا نقل البضائع. نعم. غيري. غيري. عمر ممتاز في ماراثون. لا لا لا. عمر. أكروبات. لا لا لا. غيري. إفريقيا الجنوبية. إفريقيا الجنوبية. جنوب إفريقيا. جوهرة. حان الوقت. جوهرة. نعم. انتهى. نعم. أصابت على 5 كلمات تضاف إليها 50 درجة. الآن نرجو أن يقدم إلينا أستاذ خالد تقييمتكم إلى أداء مرشحينا. بالطبع أداء جميع المتسابقين كان رائعا، ولكن يعني المتسابق الثاني كان ليس بارعا في الوصف. في وصف. نعم نعم، أخفق كثيرا في الوصف. فأيضا نهنئ جميع المتسابقين. نعم. شكرا لك. شكرا لك يا أستاذ خالد. شكرا. الآن نتابع ترتيب المتسابقين حتى الآن. نعم الترتيب كالآتي: 189 مانيوان. نعم. وشمس الدين 157. نحييهم. مبروك. نعم. شمس الدين ومانيوان. نعم. نهنيكم أن يدخل. نعم سيدخل مانيوان وشمس الدين معنا إلى المرحلة التالية، بإمكان الباقين الاستراحة. نعم. الآن سنتوجه إلى فائزنا في هذه اللحظة. شمس الدين. شمس الدين. نعم. نعم. ما هو شعورك وصلت إلى هذه المرحلة؟ حلفك الحظ أكثر من مرة بالوصول إلى هنا والآن نجحت. الأول أريد أن أشكر القناة CCTV على إتاحة هذه الفرصة. الآن أشعر مسرور جدا جدا، ولا أفكر يمكنني أن أدخل المسابقة النهائية، وإن شاء الله إن شاء الله كلهم ممتازون جدا.
وأنت شكرا. ممتاز ونتمنى لك التوفيق. هل أنت مستعد للمرحلة القادمة؟ كن على استعداد جيد. شكرا. إن شاء الله. وأيضا شاوشان. أهلا وسهلا. نعرف في هذه اللحظة يوجد فرق فقط لدرجة واحد. لا أدري ما شعورك الآن؟ في الحقيقة أنا سعيد جدا وأنا مقصودة جدا، وقد حصلت على كثير من المعلومات عن اللغة العربية وثقافتها، ولكن أشكركم جميعا وأشكركم على مساعدتكم الكريمة. شكرا جزيلا. شكرا. بكم مجددا في سباق السرعة، سباق احتلال المواقع. هذه المسابقة الآن مهمة، فرصة أخيرة للجميع للوصول إلى الدور النهائي والوصول إلى التصفيات على الأقل. الآن نعرف قواعد هذه المسابقة، فقط نذكر بالضغط على الزر بعد سماع كلمة ابدأ. لنبدأ. سؤال الأول، ما اسم مضيق الذي يربط بين إفريقيا وأوروبا؟ ابدأ. فرصة إجابة إلى بيو كو هونغ، تفضل. ما جوابك؟ جبل طارق. نتابع الشاشة. صحيح، مضيق جبل طارق، تفضل. اسمي أيمن وجئت من مدينة غوانجو. درست اللغة العربية أنا فقط، فصعب علي أن أنجح في هذه المسابقة، ولكن أرجو أن أتعلم أشياء كثيرة من هذه المسابقة. الآن ننتقل إلى السؤال التالي، من هو رئيس الوزراء العربي الذي قام بزيارة للصين في مايو من عام 2002؟ ابدأ. فرصة إجابة إلى ما إي بيو. نعم. رئيس وزراء بحرين. رئيس الوزراء البحريني، لنتابع. صحيح، رئيس الوزراء البحريني، تفضل. إمام يحيى. وقعت في حب الخط العربي منذ أول يوم في الدراسة عندما كنت في 11 من عمري، هو عندي كزهرة في بستان الفن العربي الإسلامي وأتدرب عليه بشكل يومي. الآن ننتقل إلى السؤال التالي، في أي مدينة صينية تم إنشاء المشروع البتروكيماوي الصيني السعودي المشترك؟ لنبدأ. فرصة إجابة لجوزو، تفضل. شانجو. شانجو في أي مقاطعة؟ فوجيان. فوجيان، نتابع. صحيح، في مقاطعة فوجيان، تفضلي. عاشق المسرح، عاشق ذلك الشعور. أما اللغة العربية فوقعت في حبها منذ اليوم الأول مثل رقص تماما، لقد ملأت على كل جوانب حياتي. ننقل إلى السؤال التالي، ما هو الشاعر أموي الملقب بمجنون ليلى؟ ابدأ. عبد الرحمن. قيس بن ملوحة. طبعا صحيح. خذ مكانك. ها أنا ذا، إمام شاب ولد في الثمانينات، عبد الرحمن جين سون هاو. أنشر المعلومات وأتبادل الثقافات، أدرس العلوم الإسلامية وأمارس الرياضة، كما أحب الدردشة والضحك والتصوير. إليكم السؤال التالي، ما هي آلية الحوار الرسمية بين الصين ومجلس التعاون الخليجي؟ ابدأ. نعم،
فرصة إجابة لي وي ميلو تفضلي. أخيرا حوار استراتيجي بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي. نعم لنتابع الشاشة. صحيح الحوار الاستراتيجي بين الصين ومجلس التعاون الخليجي. اسمي مريم. شافي باللغة العربية بدأ من كتاب ألف ليلة وليلة. هكذا أم لي كل ليلة بوالة طفولتي. فقد دربت أخلاق أدوي أماك حافظ كري. السؤال التالي، ما اسم الكتاب المعروف بتفسير الطبري؟ ابدأ. نعم، جامع بياني في تفسير القرآن. نتابع. نتابع الشاشة. جامع البيان في تفسير القرآن، تفضلي. يبدو أن لك الكثير من المعجبين. إن دراسة اللغة العربية تحفز إمكانيتي وقدرتي، فأنا على ثقة تامة بأن اللغة العربية ستحملني إلى حدث أزمة في المستقبل. نطلب من أعضاء لجنة التحكيم تقييم هذه المرحلة وهي المرحلة الأخيرة من التصفيات. ماتيان يوان هي المتسابقة الوحيدة التي لم تدخل إلى التصفيات، فلا تحزني لأن يعني هذا مجرد سباق ومجرد لعبة، فأتمنى لك حظ سعيد في الحياة. تحية لماتيان يوان. صفق لها. نعم. إلى أستاذ دوحة. ماتيان يوان أريد أن أسألك سؤال، ما هو اسمك العربي؟ سارة. سارة. وفي أي جامعة تدرسين؟ جامعة الدراسات الدورية ببكين. في الحقيقة يسرني كثيرا أن أجلس هناك وأجلس أمامكم وعلى المسرح. شكرا لك. شكرا. طبعا نحن دائما نقول المشاركة في هذه المسابقة بحد ذاتها هو إنجاز. الجميع أنا أعتبرهم متفوقون دون استثناء، وأيضا ماتيا يوان هي واحدة منهم. نرحب بها مرة أخرى. الآن بالنسبة للمتسابقين الذين وصلوا هنا ستكون المسابقة أشد، لذلك أرجو الانتباه وأن تكونوا على أهبة الاستعداد. ولندخل الجولة الأولى للسباق الترقية، سباق المثل من الصورة. وأيضا ستجري هذه المسابقة حسب الترتيب الأسباقي من مرشح الرقم الواحد إلى مرشح رقم ستة لنبدأ. نعم، في هذه المسابقة كما تعرفون ستظهر لوحة على أو ست لوحات على الشاشة، لكل لوحة مثل، على المتسابق أن يعرف المثل من خلال الرسم على الشاشة. نبدأ مع المتسابق رقم واحد. اسمك العربي؟ أيمن. أيمن. يا أيمن، الآن نتفضل بمتابعة الشاشة. وقع في شريك أعماله. نتابع. وقع في شرك أعماله، صحيح. نعم، تضاف إليك 20 درجة. 20 نعم. درجة. الآن ننتقل إلى أستاذ مع إي بين. فضيلة الإمام، الآن نتفضل بمتابعة الشاشة. عدد حالمة لعادتها القديمة. تابع الجواب الصحيحة. صحيح. نعم. عدد حالمة لعادتها القديمة، تضاف إليه 20 درجة. الآن ننتقل إلى المتسابقة زينب. زينب تفضلي بالإجابة. اللي ما يعرف يقول عدس. نتابع الجواب. لما يعرف يقول عدس، تضاف إليها 20 درجة. رحمن. أهلا وسهلا. أكل من الملك زبيبة، رد عليه تمرة، مثل هذا يعني. نتابع. من أكل للسلطان زبيبة ردها تمرة، صحيح. صحيح. عبد الرحمن. تضاف إليه 20 درجة. مرشح رقم 5. الدخول الحمام مش زي خروجها. لنتابع الجواب. صحيح. 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 تضاف إليها 20 درجة. نعم. فوزية، يلا الآن نتفضل بمتابعة الشاشة. يلطم وجهي ويقول لي ما يبكي. نتابع الجواب الصحيح. يلطم وجهي ويقول لي ما يبكي. تضاف إليها 20 درجة. حتى الآن أولا نعطي
فرصة لأعضاء لجنة الحكم بتقييم ما جرى حتى الآن. أستاذ خالد، يعني الأمثلة في هذه المرة أعتقد أنها واضحة وسهلة، يعني أعتقد أن الصور متطابقة مع الأمثلة في هذه المرة أفضل من المرات السابقة، وأهنئ يحيى على هذا وأتمنى له التوفيق والجميع إن شاء الله، أتمنى لكم التوفيق والوصول للدور النهائي إن شاء الله. نعم. شكرا. شكرا. الآن لنتابع الشاشة عن ترتيبات لمرشحين الستة موجود على خشبة المسرح. نعم. الكل متساوي في هذه المسابقة على نفس المستوى. مبروك إذن. نعم. للجميع. الآن سندخل الجولة الثانية من المسابقة وهي بعنوان ما هو؟ سأقوم أنا وزميلتي بيان لي بوصف حدث في 10 جمل، على المتسابقين التسابق في معرفة هذا الحدث. لنبدأ، هل مستعدون أنتم؟ أيوه. نعم. نبدأ بالسؤال الأول. هو من أشهر الآثار في العالم، روج الكثيرون حوله الكثير من الأساطير والروايات، هو مقصد سياحي شهير يجذب الزوار من كافة أنحاء العالم، بني بالأحجار الضخمة. متابع. الهرم الأكبر، هرم خوفي. صحيح. نعم. مبروك. الآن ننتقل إلى السؤال التالي. سأبدأ. هي المكان أعيد بناؤها مرات عديدة قبل الإسلام وبعده، الكعبة الشريف. نتابع. صحيح يا عبد الرحمن، الكعبة الشريفة. الآن ننتقل إلى السؤال الثالث. هي مجرى ملاحي يبلغ طولها 162 كيلومترا، استغرق البحر الميت. ليس صحيح. ليس صحيح. نستمر. تم بناؤها في عام 1869. قناة السويس. نتابع. نعم. صحيحة. تضاف إليها 10 درجات. السؤال التالي. هي مدينة تشتهر بطبيعتها الخلابة وود سكانها. بترا. خطأ. سنستمر. يقول سكانها إن أسعار المعيشة بها معقولة جدا ودرجة الأمان بها كبيرة. وصل البرتغاليون إلى منطقة في القرن 16 أثناء بحثهم عن مصادر جديدة لتجارة الحرير والفخاريات. هي من أهم الوجهات التجارية والسياحية في البلاد. مدينة غوانزو. غوانزو. لنتابع جواب. تابع. نعم. صحيح. جوابك صحيح. الآن نبدأ بسؤال التالي. هي دولة بسبب طبيعتها الفريدة فإن النشاطات الرياضية والصيفية والشتوية متوفرة فيها، وكانت منذ القدم معبرا لعديد من الحضارات التي عبرتها أو احتلتها أراضيها، وذلك لموقعها المتميز. تاتمر. أنا آسف. عفوا. سنستمر. تعتبر أحدث أو أحد أكثر المراكز المصرفية أهمية في غرب آسيا. في السنة 2009 استقبلت أكبر عدد من السياح العرب والأوروبيين في تاريخها. تضم نظاما تعليميا رائدا وعريقا في القدم. يسمح بإنشاء مؤسسات تعليمية من مختلف الثقافات. وكانت لغة فرنسية اللغة رسمية فيها. أي دولة؟ لبنان. لنتابع جواب. لبنان. صحيح. تضاف إليها 10 درجات. الآن ننتقل إلى السؤال التالي. يعود تاريخه إلى ما قبل 600 سنة. يعتبر من أشهر المباني في العالم. يبلغ طوله 8 كيلومترات. يصل إجمالي مساحة مبانيه إلى أكثر من 150,000 متر مربع.
بدأ تجييده عام 406 الميلادي، واكتمل تجييده بالصورة الأساسية عام 1420. يضم أكثر من 8700 غرفة. مدينة الإمبراطورية، قصر الإمبراطورية. قصر الإمبراطوري. لنتابع جواب. نعم. صحيح، القصر الإمبراطوري الصيني. نعم. فوزية. تضاف إليها 10 درجات. انتهت هذه الجولة. السباق ما هو؟ نعم. الآن. لنشاهد أو لنأخذ رأي الحكام. نعم. أولا. أستاذة وفاء. التقديم لها، أنا لو لم تكن الأجوبة أمامي كنت سأخسر في هذه المسابقة. أهنئ الطلاب على معلوماتهم الجيدة، وأتمنى أن يتابعوا التحصيل الثقافي، لأن الجامعة لا تقدم ثقافة عامة، جامعة تقدم شهادة فقط. شكرا. شكرا للأستاذة وفاء. بعد هذه الجولة نتابع الشاشة عن ترتيبات لمرشحين الستة الموجودين على المسرح. وفوزية. فوزية. سون. فازت في هذه الجولة. ننتقل إلى جولة أخرى، هي جولة الدوبلاج. في هذه الجولة هناك 6 مسرحيات تلفزيونية صينية تم إعدادها خصيصا لهذه المسابقة، ستعرض على الشاشة أمامكم، وعلى المتسابقين اختيار مسرحية ثم القيام بدبلجتها. هناك وقت للاستعداد، وبعدها سيقوم المتسابق بالدبلجة. نبدأ من مرشح رقم 1. مرشح رقم 1، انظر إلى الشاشة. السادس. رقم 6. تابع. 是在吓唬你呢。当初我在他手下的时候，他也是这么威胁我的。结果我变成黄花连篇，每天都是悔恨，悔恨。可是我要说出来的话，就会有可怕的事情。可是还有什么比失去自我更可怕的呢？见人说人话，见鬼说鬼话，我不行。小明，别再推脱了，好吗？我不行。ستبدأ بالدبلجة. يا حكيم، أريد أن أشترك في المسابقات، ولكن أدرس اللغة العربية عام فقط، ماذا تفعل؟ لا أعرف ماذا يجب علي أن أفعل، ساعدني. ولكن لا تخف، لا تخف، سأساعدك كثيرا. ولكن هناك متسابقين كثيرا مثل جين شان هاو، مثل جنا كثيرا، كلهم ممتازون. أتخاف، إنها رحلة جميلة، وأنا واثق بأنك ستستفيد كثيرا منها. إن هناك أشخاص مثل جنا، مثل معي، مثل كثيرا. انظر، سكتت جين شان هاو. كيف نقيم أداء؟ أعتقد أفضل ابتداء من أستاذة فنا، تفضلي. يا مقدم، هذا ليس يسمى دبلجة بل يسمى الخطابة. هذا مستحيل. هذا يسمى اختراع. لا أستاذي، هو يتكلم هكذا. يعني طبعا صفر في الدبلج، ولكن على الابتكار وعلى الأداء وخفة الدم وأيضا الشجاعة، إلا أن لديه سيحصل على درجات للابتكار ولخفة الدم أيضا. نعم. شكرا للأستاذة نهاء. نرجو منكم الآن أن يمنعه الدرجات. إذن الدرجة النهائية للمتسابق هي 26. نعم. تفضل باختيار لوحة من ضمن اللوحات التي ستظهر على الشاشة. رقم 3. لنتابع. لونغ叔叔، 这就是你的龙宫啊。 龙叔叔，奶奶说过龙大人可好了，我刚看到您的时候还以为您很凶呢，原来你这么和气。<笑>你奶奶说的没错，我这个人可喜欢小孩子了，有爱心的。<笑>啊，好疼啊！龙叔叔，您能想办法把它去掉吗？<笑>看我的！
叔叔，你真了不起。那。هو مستعد. نعم. إذا نبدأ. نبدأ. يا عمي يا عمي تمساح يا عمي تمساح هذا هو كسرك. سبحان الله قالت لي جدتي كسرك جميل جدا وأنت كريم وأنا كنت أعتقد أنك شديد جاف ولكن قالت جدتي أنت كريم. نعم نعم قالت جنتك صحيحة أنا كريم أنا طيب أنا طيب. من أنت من أنت؟ تمساح تمساح. أيوة 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 أنت كريم. يا عمي تمساح تساعدني تساعدني أنا في البلاء أنا في الامتحان لا تطردني لا تطردني أنا أسكن في عند بحيرة أنا 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 في مشكلة يا عمي تساعدني تساعدني. ما المشكلة ما هي المشكلة؟ لا المشكلة ليس مني في حيوان صغير هو مثل الإبرة هو على على عيسي على عيسي أنت شوف والله وجع شديد وجع شديد. أرني أرني أنا أريد أشوف. أنا خجول أنا أستحي. كيف تشوف هنا 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 كيف كيف تشوف هنا هنا أنا لا ما في مشكلة أنا شوف شوف فليدخل إبرة. يا عمي تمساح اخرج فانا الم شديد. يا ما تخفش انا ساخرج شوف شوف انا اخرجته ما تخفش. يا عمي تمساح انت انت ممتاز. انت ممتاز يا عمي تمساح. وأنت ممتاز يا فضيلة الإمام. طيب أيضا دور نعم ابتداء أستاذ خالد. أستاذ خالد أيضا لا مشكلة. طبعا أنا لا أفهم الدبلاج عن أي شيء يتكلم بس أنا شعرت بأنه فعلا متطابق مع مع ما يقال في 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 المسلسل ففعلا هو أحسن في الأداء وفي تقمص الدور يعني كان إلى حد كبير متطابق مع الدبلاج. الله أعلم. أحسن صحيح. أحسن شكرا لك. شكرا شكرا. عشرة أربعون. إذن الإمام يحيى يحظى بأربعين درجة. مبروك. الآن ننتقل إلى المتسابقة رقم ثلاثة تفضل. اختار الرقم خمسة.为什么我不是美丽的蝴蝶鱼？为什么我是一只丑陋的刺豚？谁哭的这么伤心呢？我是小刺豚，你是谁？我是神奇的美容大师呀。美容大师？干什么的？你想拥有蝴蝶鱼的面孔吗？你想拥有鳗鱼的身材吗？你想用自己的美丽征服世界吗？ 我想有一头彩色的头发。这好吧，没问题。真的？不过我得先告诉你，这是我们之间的秘密，你不能告诉任何人。 أنا مستعدة. مستعدة. إذن لنبدأ. لماذا لست سمكة جميلة؟ لماذا أنا سمكة قبيحة؟ من يبكيها هنا؟ أنا ليلي، ما أنت؟ أنا أستاذ تجميل. أستاذ تجميل؟ ماذا يعني؟ هل تريدين جمال؟ هل تريدين قهر العالم بجمالك؟ بغض عن أصله وأشكلك أم كان قبيحة سأساعدك كيف؟ لما تضحك؟ لا تضحكي. لماذا إذا هذا؟ أنت هذا فاخر مضحك مضحك
لا لا لا، لأنني كريمة أقدم الجمال للآخرين وأترك إلي. عفوا، لا أقصد ذلك، لا بأس، ولكن هل تجعلني جمال كذلك؟ طبعا. وانظر إلى المران، ذهب نمش. هذا ألا تصدقينني الآن؟ أنت أستاذ جميل، أصدقني، هل تجعلني أجمل؟ ألا تريدين عين، أنف، أم شفاه؟ أريد شعر منول. سهل، ليس مشكلة حقا، ولكن بشرط، هذا سرنا، وبشرط على عدم معرفة الآخرين. شكرا، شكرا جزيلا. شكرا أعزائك. أستاذة هنا تفضلي. كان ترجمتها يعني تماما تقريبا، والدبلجة معقولة، وصوتها يعني رنان، أداؤها جيد، أحسنت في الأداء. شكرا. أحسنت. شكرا. ولضيق الوقت نعتذر من طلب الدرجات من باقي الحكام. ممكن إعطاء الدرجات 9-8 والنتيجة هي 35. مبروك. الآن ننتقل إلى المتسابق عبد الرحمن. تفضل. اختار الرقم 1. 1. <笑>你干嘛老跟着我？能告诉我龙在哪里吗？你真烦，我不知道。你烦不烦呢？别跟着我。我就是要找到龙嘛。龙在那边。 ماذا لماذا تتبعني دائما يا رئيس؟ هل تشوف تنين؟ لا الآن أشوف تنين. التنين أين تنين؟ حرام عليك، لا أعرف والله العظيم، حرام عليك، لا تتبعني أبدا. يلا ابعد عني، والله ابعد عني، أريد أن أشوف التنين الآن. لا تتبع، لا التنين هناك. لا شكرا عليك يا رئيس. التنين، والله التنين، والله مش عارف هذا، والله أفع فقط والله. يا رئيس، لماذا تشوف هنا الآن؟ أليس هناك بحيرة مرة أخرى؟ هناك فقط. وهذا الشخص هو سوف يأتي مرة أخرى، ولابد أن أختلف في مكان آخر. يا رئيس، لا رئيس، هناك الطريق، لا يوجد أي شيء، لا يمكنني أن أمشي إلى هناك، حرام عليك، لا أعرف أبدا، يخرب بيتك. يا رئيس، هل أنت جوعان؟ سوف يعني أحضر لك بعض الطعام. لا والله لم أكل أي شيء طول اليوم، والله حال الآن عندي وقت لأتمشى بعد شيء. عشب تريد؟ كما تشاء. كما تشاء. أستاذة هنا تفضلي. ترجمتك يعني صحيح، أنت يعني دقيقة وخفيف في الأداء. صحيح. لفظك يعني سليم، ولهجتك مضبوط. شكرا. شكرا. أنتم رايا. نعم. شكرا للاستاذ. ولكن انا اسف، اقول لك اخرب بيت، والله اسف. لا اضحكت. نطلب من اعضاء لجنه التحكيم اعطاء الدرجات. تفضلوا.
37 مبروك يا عبد الرحمن.说明老大，吃的找来了。说明老大，我找到吃的了。说明老大，你怎么了？。你一定认识龙了。这是什么呀？能吃吗？好像能吃，我记得奶奶给我吃过。好辣！怎么这么辣呀？是辣的吗？我也不知道。 شكرا. يا صلحفاء صلحفاء بحثت المأكول مأكول مأكولا صلحفاء كيف سأخبرني سرك ماذا؟ إنني تيني. أنت تيني؟ نعم مساعدتها. فتعرف تيني؟ ليس تعرف إنه مساعدتها قوية وأنا يدي يمليها فأنا أعرف الديني حتى أستطيع أن أراها في بحر ويساعدني أن نذف البحر. أو لا أخرج من القصر الديني لا أريد أن أعده. يندهى قال سهلة جدا تيني آدم وكيف؟ هذا أنت صالح فتحت أنت أنت مساعدتي وسمعتني حقا؟ لو وافقك لا ذهب وأسمعك. هذا صحيح أنت مساعدتي وتسمع لي ذكرت؟ نعم. ماذا هذا؟ ممكن أن تأكل؟ ممكن. قال جدا. سيون. كيف سيون جدا؟ سيون لا أعرف. شكرا ترى على أديها. نعم وأيضا أستاذ هنا تفضلي. الترجمة معقولة. ليست دقيقة تماما ولكن معقولة. لهجتها لا بأس بها. أهنيوك. أهنيوها. شكرا. شكرا. تفضلوا بإعطاء الدرجات. 32 درجة، نعم. الآن فوزية. فوزية. لا خيار لك. أنا هنا ولكن لا أستطيع أن أستمع إليك. ها أنا هو ها أكو. هذا خطير للغاية. أنا أخاف ولكن كيف الآن؟ كيف وهنا الجليد كثير، ليس نسر إلا الأشجار، ولا يقوم العنقان بتعليم المهارة وكله بترتيب العنقان، ولكن كيف أجه الجزيرة؟ كيف نرتفع؟ هو خطير للغاية. أنا أخاف للغاية. لدي فكرة بابا، لدي فكرة. انظر هذا الجليد
ليست ثقيلة وشديد الوضوح. انظر، فنستطيع أن نضرب الجليد. حان دورك، تعال تعال لمساعدتي بقوة. أنت ذكي للغاية، بقوة سويا. مساعدة، يقوم بمساعدتي سويا، بقوة بقوة. ها أنت عظيم، نجحنا نجحنا عظيم. شكرا على أديها رايا. أيضا معنا أستاذ أخونا. أحسنت يا فوزية. الدبلجة كويسة أوي، وكمان هي مفعمة بالعواطف، وكاننا يعني نشاهد فيلم يعني باللغة العربية. أهنيك. شكرا فوزية، شكرا أستاذ أخونا. نعم. الآن تفضلوا أعضاء لجنة التحكيم بإعطاء الدرجات. 35. النتيجة هي 35 لفوزية. فوزية. نشاهد الآن الترتيب حتى الآن. فوزية هي فوزية في الأول. نعم في الأول. وعبد الرحمن في المرتبة الثانية. نهنئهم، مبروك. نهنئهم هما على إلى مرحلة نهائية بعد هذه المعارك الشرسة. إذا انتقل معنا فوزية وعبد الرحمن إلى المسابقات النهائية. نعم. حظ أوفر للمتبقين المرشحين المتبقين. نعم فوزية، نعم اسمك فوزية وتفوزين في هذه اللحظة. هذا اسم محظوظ. نعم. وأيضا من قدراتي. شكرا. على أن أي كلمة تريد تتحدثون إلينا في هذه اللحظة المتحمسة. أنا محظوظة، محظوظة لأن هذه الفرصة الأخيرة. وشكرا، أنا متوتر الآن. الجميع أدى أداء رائع وجيد بصراحة. نعم، نعم. رقم 5. نعم. وفي فرصة الأخيرة فأشعر بسعيد. نعم. ومسرور. وأيضا شكرا على مشاركتي في هذه المسابقة. نعم. شكرا. شكرا. شكرا لكم. نعم. جميعا. الآن نهائيكم مرة أخرى على. نعم. فايزي مباشرة رقم 6 وأيضا. نعم. عبد الرحمن. عبد الرحمن. نعم. وأيضا نصافق إلى مشاركين في خشبة مسرح، وشكرا على تعاونهم في هذه المسابقة. إذن من مسرح مسابقة المواهب للغة العربية لتلفزيون الصين المركزي عشنا لحظات حاسمة مع المتسابقين جميعا، وتعرفنا على الكثير من المستويات الرائعة بكل معنى الكلمة. نشكركم جميعا على هذا الحضور، ونشكر طبعا أعضاء لجنة التحكيم والإعداد والمعدين لهذه المسابقة. وأيضا الفائزون سيشاركون في مسابقة أعلى المستوى وأشد الصعوبة، ونستمر في تشجيعهم المرشحين. شكرا جزيلا على حسن متابعة مسابقتنا، وإلى اللقاء. إلى اللقاء. Grande.